يجب أن يكشف الإطار التنسيقي ما هي الصفقات والاتفاقات التي تمت بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني حصرا. نعم. وثانيا الذهاب إلى البرلمان في حال بقاء البرلمان طبعا إلى التصويت على أي اتفاقية كي يعطيها الشرعية بعيدا عن دكتاتورية الأفراد وبعيدا عن المساومة باتجاه المراكز. البرلمان هو الذي يحدد هذا كمخرج حالي. نعم. ثلاثة، أن يأتوا بفقهاء آخرين في الدستور يحددوا لنا بالحرف الواحد ما هي آلية الفقرات المختلف عليها ابتداء من الفقرة 112 أو 140 إلى آخرة الدستور. طيب. لكي تحق الحق. هنا يمكن للعملية السياسية في مفصلية النفط وأموال النفط الذاهبة باتجاه الإقليم أن تحل، ولكن معضلة الأكبر، هل سيذهب هؤلاء إلى هكذا حلول عقلانية إن صح التعبير؟ الجواب قطعا لا. ما يجري الآن في كواليس السياسة، ما الذي يجري؟ الإطاريين بعد أن أحسوا بشكل أو بآخر بأنهم استأثروا بالكعكة العراقية كما استأثروا بها سابقا، سيذهبون لتمرير تحت الطاولة اتفاقات سواء كانت مع خصيمهم بالأمس الحزب الديمقراطي المتهم بالتطبيع وإلى آخره. نعم. وكذلك حتى مع السياسيين السنة إن صح التعبير. الموضوع سيتم under the table، يعني كل شيء سيذهب الإطاريين لنفس المعضلة. لذلك نحن نرى والعالم يرى والصدريين وإن كانت مسيرتهم مليئة أيضا بالأخطاء سيرون ذلك وسينكشف ذلك، لذلك ستكون عملية جديدة لكنها فاشلة وعقيمة.